من العبادة التي تقدم عن غيرها الصيام حين يلزم، وهو من الأركان للإسلام وجنة يكون للأنام، وأنه لله حيث يخفى، وأجره لصائميه وفى. فالصوم لي أنا أجازي عنه قول صحيح عنه نرفع عنه، وذاك مشعر برفع الشان وأنه منه على مكاني. وقد أتى في الصوم والقرآن أنهما للعبد يشفعان، يقول فيه الصوم للجبار منعته من شهوة النهار، ويذكر القرآن أن منعته من نوم ليله وما أطعته، يعني به امتناع هذا العبد بما حواه من عظيم الوعد. وقيل في من ذنبه لا يغفر في رمضان فمتى يكفر، لأنه شهر به الذنوب تمحى لمن لربه يتوب.